الله وبركاته، معاكم جمعة جيمر. النهاردة هنتكلم عن لعبة جديدة اسمها بيريد تاون. هي اللعبة مش جديدة أوي، هي قديمة، بس أنا كنت على طول بلعبها وكنت عايز أعمل عنها فيديو. اللعبة عجباني أوي، أنا طبعا ما خلصتهاش قبل كده لأنها بتبدأ تصعب مع الوقت، فأنا قلت إن ده الوقت المناسب إن أنا أجيب فيديو عنها ونبدأ أوريها لكم. هنلعب طبعا، دي حاجات، هي اللعبة أصلا بتبقى مجانا على البلاي ستور، موجودة على الاي او اس والاندرويد. طبعا الحاجات دي بتتفتح بفلوس الناس دي، يعني انا مثلا لو عايز في سيرفايفر وماركس مان واثليت، لو عايز ماركس مان، بص هيقولك ايه، this talent has not been unlocked yet، unlock it هتحتاج فلوس اهو، 15 جنيه، نقول 16 جنيه، بس احنا مش هنفتحهم. وطبعا فيها كلاب وفيها حاجات، طبعا هو هيبقى عندك دول، انا بجيب لكم تهكيرها وحاجات زي كده بعدين. دوس كونفيرم، عايزين تقولوا دي روح، انا قريتها كتير اوي. هي بقى بتبقى عبارة عن ايه، ده البيت بتاعكو، هو يقولك التوتوريال، انا مش محتاجه اصلا التوتوريال، ده اول مكان، اقولك التوتوريال في الاول كده وبعدها هسيبه. طبعا فوق هتلاقي عندك الانجريز اللي هي علامة الايد انجري، هتلاقي عندك الانفكشن عدوى، هتلاقي عندك الهنجر، هتلاقي عندك الانرجي، وتلاقي عندك المود، وتلاقي عندك الهيلث. دوس انتر عشان تدخل مكان، هتلاقي طبعا زوميز، هتدوس فايت، لازم تخلي بالك طبعا من كل حاجة. هي اول حتة دي بتبقى سهلة، نيكست روم اوبن، طبعا بيبقى عندك ادوات وحاجات تانية كتير بس هتشوفوا دلوقتي. بتيك اول، وزي ما انتوا شايفين عندكم في الباج، في اللي هي الصندوق اللي في النص ده، مكتوب دبليو تي اللي هي الويت 14 من 35، كل ما نقلل كل ما الويت يزيد، شايفين. وفي في الصندوق اللي فوق ده بيقول لكم الساعة كذا حصل ايه وكذا، لو عايزين تتابعوا يعني ايه اللي حصل لكم. الصراحة ما بفتحهوش اصلا. نيكست روم مفيش، طبعا هو مكتوب لك بي ار او جي دي اللي هي الاماكن اللي انت هتزورها في المكان ده، اللي هو يعني مكانين، 3 4 6 12 على حسب كل مكان. ترجع بيتك طبعا هيقول لك الحاجة دي. هنعمل اول حاجة سرير، سيبكم التوتوريال، وكيك هيقول لكم اعملوه، هقول لكم كل. ارجع، عملنا السرير، هننام، ارجع. انا في نظري انا انك تنام 4 ساعات احسن ما تنام لغاية ما الصبح يطلع، او احسن ما تنام ساعة، انك لو تنام لغاية ما الصبح يطلع كده بيضيع منك حاجات كتير، ولو هتنام ساعة مش بيكسبك حاجة اصلا، ف4 ساعات يعني يعتبر هو اللي مناسب جدا. ودي كرافتنج بنش، تول بوكس، طبعا احنا هنعمل اكس. نرجع دلوقتي زي ما انتوا شايفين فوق دي الترابس، هنا هبوريها لكم لما نشغلها، بتحط طعم ولازم يبقى معاك مثلا بطاطس ولا حاجة وبيجيلك لحمة. هنا دي هنا بتزرع البطاطس والحاجات دي، وهنا ده الراديو بيتعمل عشان لو تكلم السيرفايفرز التانيين، وهنا ده الميديسين بوكس بيتعمل منه ميديسين، هنا الكوك دي ستوف، وهنا الديستيلر اللي هي بتعمل منها مية وحاجات زي الكحول وحاجات زي كده، ده الويت ستوف اللي هو بيدفيك، وده الكرسي اللي بتشرب عليه قهوة عشان تحسن المود. وهنا طبعا عندك كلب، بس الكلب للأسف بفلوس، والسور لازم تبنيه عشان مش كل شوية، يعني في أيام الزومبيز هيجوا ويحاولوا ياخدوا منك حاجة وهينقصوا منك حاجة، عشان تعمل اكويب الايد دي للاكس. وهنا الدرع ده باللبس، وهنا دي شنطة زيادة، وهنا الفاير ارم اللي هو المسدسات والحاجة دي. خلينا نطلع نروح للسوبر ماركت. انا ما بفضلش ان احنا نهاجمهم لانه تضييع وقت على الفاضي، لو خدت لك ضربتين مش مشكلة كده هيقدروا يضربوني، لو بدأت من 4 مش
مش هيضربوني، لو بدل من 3 هيضربوني. next room طبعا زي ما انتوا شايفين انا بقى معايا اكس، في ممكن يبقى معاك كروبار. كل واحد وبياخد اللي هو وقته، يعني الاكس 20 لو بايدك 45، بس خلينا نعملها بالعكس. خدنا في عندكو ده الفود طبعا، خلينا ناخده كله. في عندكو دي المية ووتر، دي الحبات البينز اللي هي هتعملوا بيها اسمه ده قهوة عشان المود بتاعكو. دي البانديجز العلاج ميديسين، وهنا طبعا ده الخشب وده الحديد ميتال، ودي الفايبرز ودي البارتس ودي كومبوننتس. طبعا ما شايفين ما عنديش مساحة، فنكست روم زي ما انتو شايفين انا محتاج اكل. انا معايا اكل في الشنطة، فانا ممكن ادوس كده واقوم واكل. وده ابديت جديد طبعا، ده حاجة كويسة ان عملوا كده، عشان ما كنتش بتعرف تاكل غير لما تروح البيت. خلينا نفتح الصندوق ده. زي ما انتو شايفين في حاجات ما بتاخدش مساحة اصلا، زي حبات القهوة، المسدسات اللي هو الرصاص بتاع المسدسات والحاجات اللي زي كده. ولو عايزين ترجعوا لحاجة دي بستوري، خلينا الأول نروح البيت نفضي اللي عندنا ده. لا سيكون دي نفضي من اللي عندنا ده. دلوقتي ممكن محتاجين 5 6، يبقى 2 وود عشان نعمل ده، ونقدر ساعتها نعمل درع. انا بفضل انكم تعملوا دي الاول، عشان تول بوكس ده الاول، عشان الدنيا هتبدأ تصعب ومش هتعرفوا تعملوا حاجة والدنيا هتتلخبط عليكم. لو كنتوا بتسألوا ايه دي، علامة اللي هي التلفزيون دي، دي بتروحوا بتشوفوا فيديو بيجيب لكم حاجات بس مش مهمة، او يعني حاجات تافهة. خلينا نروح ده عشان الحاجات اللي هنا، ناخد الأكل كله طبعا، ناخد الخشب كله، الفايبرز. معرفش المكان هيكفي ولا لأ، جوا كفي. ماشي نرجع تاني ونعمل ابجريد لل التول بوكس كده، نقدر نعمل كاتانا، وده سلاح رائع طبعا. تبدأوا تاخدوا البارتس بتاعته، هو بيطلب البارتس بتاعته كاتانا بارت، تبدأوا تاخدوها مع الوقت وانتوا ماشيين كده في التعدي على الاماكن هتاخدوها، والبارتس دي هي بتيجي مع نفسها. طبعا المسدسات بتاخدوا ويبن بارتس والبندقيات وحاجات زي ما انتوا شايفين. في دي في الكوت، وفي شنط، في موتوسيكلات، في كشافات عشان الاماكن الضلمه. طبعا حاجات كتير بتتفتح. خلينا ناكل الاول عشان احنا جعانين. لا خلينا نرجع تاني معلش عشان اخد معايا اكل. ده الابارتمنت وده الشوبينج مول، تعال نروح الشوبينج مول. انتر شايفين ان الرصاصات اصلا ما بت... مش بتعمل مساحة، في حاجة كتير ما بتعملش مساحات، ما تاخدش مساحة. اكستروم في اماكن بتبقى ضلمه، بس بيبقى يقول لك لا تدخلها، لما تدخلهاش وما تعرفش تدخلها تاني، بس لما بتدخلها صدقني بيبقى فيها مسدسات وفي حاجات. خلينا نقتل دول. قتلناهم. اللي بعده 4 زومبيز. ماشي قتلناهم. خلي بالكم الدم عندنا، عايزين نخلي بالنا كويس قوي. هنروح ننام والدنيا تبقى زي الفل. في حاجات طبعا صعبة تتاخد، افضل اخد الاكل عن اني اخد حاجة تانية.
طب خلينا نروح الأول البيت ونرجع للمكان ده تاني بعدين. هنعمل ايه هنعمل ايه؟ أول حاجة خلينا ننام 4 ساعات، ننام تاني. ادي أول يوم عدى، شوفوه خدوا مني 1 بنتش. خلينا ناكل، تعالى من الكرسي. نشرب قهوة عشان احنا عايزين نملى المود بتاعنا. تعال نشوف ممكن نعمل حاجة من الحاجات دي. محتاجين واحد فابريك كمان. ماشي، خلينا ناخد كانت فود. كانت فود ماشي. يلا كده احنا كلنا سلام، نرجع للمكان ده تاني. كان عنده واحد فابريك اهو، دي حجمها تقيل. ناخد الحاجة دي. انا لو عليا ارجع تاني بس انا مكسل الصراحة، ارجع تاخد وقت. انا لو عليا ارجع اعمل الدرع بس هتاخد وقت. نيكست روم ماشي. زي ما انتوا شايفين دخلنا 8 غرف من 15 غرفة. ناخد الأكل طبعا، ناخد الذخيرة كلها. لا انا كده شكلي هموت. ارجع ارجع روح هنا. اول حاجة اعملها كل وبعدين نام. كنت هموت. خدوا حاجة؟ لا ما خدوش حاجة. تعالوا نعمل الدرع. ممكن نعمل مسدس بس احنا نعمل الدرع اهم. ممكن دلوقتي نعمل مسدس. لا مش معانا مي. خلينا ناكل. ناخد الدرع وناخد ده، نلبس الدارة ونمسك المسدس وكده. احنا سلام ناخد معانا 1 كانت فود. ماشي، دلوقتي هنموتهم اسرع واحسن. خلينا ناكل. شفت قلت لكم هنجوع. كده نضربهم بالمسدس بيموتوا احسن. بوس ايدك ما تضيعش فلوس، ما تضيعش رصاص. نفتح ده، ناخد الطلق، ناخد الفابريك ده، المية هنحتاجها. يا رب يطلع في مكان. ماشي مش مشكلة. يا بنضرب ايدك. يبقى كده فاضل اخر غرفة تقريبا بس كده.
يبقى دي الحاجات اللي فاضلة، هنخلص ندوه نرجع له تاني. عايز اعرف ده هيبقى له ايه. يبقى كده 7 بارتس 1 متر. سبعة بارتس 1 متر. ماشي. ماشي. باك بوليس ريجستريشن ابارتمنت. خلينا نروحنا كلنا حاجة الأول. لا مش محتاج انا الستوب والحاجات دي لسه بدري. انا يا اما اعمل ده يا اما اعمل ده، وانا هعمل ده قريب. محتاج 4 5 6 7 8، يبقى كده خد باقي 5. ماشي. نروح الابارتمنت. تر حلوة أوي. يلا بسرعة كده. اذا انا معيش اكس ليه؟ مش مشكلة. ادي البارس اللي كنا محتاجينها، وادي طلقات. هناخد من هنا كمان، لو لقينا زومبيز في اللي بعديها احنا هنمشي، عشان احنا محتاجين ال او شفت. عشان كده قلت لكم احنا لو دوسنا اجري هتاخد الحاجات دي وهتحبنا اكتر، فلما نروح نعمل تريدينج هيبقى الحاجات اقل، تمنها اقل. ماشي. خلينا ندخل. الحمد لله عدت على خير. شوف بقى نلاقي فيها ايه. مسدس. مش عايزين نشيل حاجة. نشيل دي. لا شيل دي. ماشي. اكسترو. خلينا نرجع. ناكل لنا حاجة ونريح. اول حاجة نعمل ابجريد لده كده. نقدر نعمل الشنطة، ونقدر نعمل موتوسيكل وكشاف والدراع الأقوى. هذا بس الشنطة كام؟ يبقى 2 بارتس واتنين فابريك. ماشي. 2 بارتس واتنين فابريك. أول حاجة ناكل. نعالج الانفكشن. خلينا نطلع ناخد معانا ال also useful weapon against zombies. يبقى نزل ده ونرجع ده. ماشي. ناخد ده معانا ونمشي. ناخد 2 بارتس. محتاجين 2 فابريك. ماشي. سهلة دي.
خلينا نفتح دول، عايزين اكل، نزل الخشب بتاعت الاكل. احنا معانا كده 2 بارتس، عايزين 2 فابريك مش كده؟ يبقى ننزل حاجة، ننزل الديستيلر وناخد فابريك ده، ناخد دي، ناخد ده، ناخد ده، نيكست روم كده احنا زي الفل. يلا بقى ركز كده، بتاعت البندقية اهي هناخد دي، هناخد اللي نقدر ناخده. ماشي نرجع تاني، خدوا ايه؟ لا مش محتاجينه، سكيب كده مش هيقتلوني. خلينا لو عملنا ابجريد لده هياخد حاجات اقل، تعال نعمل ده، الشنطة اللي بعدها بقى دي محتاجة ابجريد. خلينا نعمل حاجة كمان، نعمل ايه؟ كشف بقى عليها قد ايه؟ خلينا نعمل بقى الدرع الكبير، أكبر درع، يبقى عايزين 6 فابريك و4 بارتس. ماشي ناخد معانا الشنطة، راحت فين؟ في الشنطة، اه صح هي اتخذتها، يبقى دي مش شنطة، دي كانت ايه مش فاكر، تقريبا الموتوسيكل ولا كشف مش فاكر. ماشي نطلع، روح هنا، ماشي كنت سايب هنا دي ودي، يبقى كان عايزين 6 فابريك. هنحتاج الميتال، نحتاج الخشب، نحتاج دي. ارجع تاني، دلوقتي نقدر نعمل الستوف، نطبخ مش دلوقتي، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ نعمل الدراع ده، محتاجين 4 فابريك. ده محتاج كام؟ محتاجين انجن، ده صحيح، بس محتاجين 4 فابريك الأول عشان نعمل دراك خلاص. يبقى نروح ناكل وننام لنا 4 ساعات، ونروح يعني ناخد الحاجات اللي سمناها عشان نخلص المكان ده. وناخد الحاجات اللي احنا سيبناها هنا، كنا سيبنا حاجة هنا ولا مروحناش مكاننا؟
خلينا نفتح الحاجات دي. اكل، رجع دول تقلاوي، ناخد الاكل، ناخد الاربعة بورس اللي محتاجينهم، ناخد ده وده. كومبوننتس ولا موديولز اسمهم ايه؟ كومبوننتس نيكست روم. خلينا ناكل حاجة. ايه بقى، مش كفاية ولا ايه؟ نفتح ده كده، فاضل غرفة واحدة. ناخد دول دول وننزل، نزل الميتال، هات ده، نزل الميتال، هات ده، نزل الميتال، هات ده. افتح ده، انا باخد دلوقتي الحاجات الاهم بس. نزل ده، هات ده، هات الفابريك، نزل الميتال كله، نزل هات الفابريك وهات بس كده. خلينا نرجع تاني للمكان بتاعنا. دلوقتي نقدر نبني الدرع بتاعنا. لا، ناقص اتنين، ناقص اتنين. الكشاف ناقص كومبوننتس و داتا مودولز فابريك. ماشي، يبقى كده احنا دلوقتي محتاجين ال 2 فابريك. يلا عشان تبقوا تجيبوا لي حاجات، انا مش هبني دول، مش محتاجه. كده خلينا نروح نطلع، ناقصنا حاجة؟ ما اعتقدش ناقصنا حاجة. نروح هنا، مش عايزين المتر كله. هات اللحمة، هدول هدول نزل مثل هدول، نزل مثل هدا، نزل مثل هدا. ماشي، دلوقتي نرجع. لا، ليها نروح هنا. نقدر نعمل ابجريد ل، وريني كده هنا في ده. ناقصنا 2 داتا مودجولز، مودجول و واحدة فابريك، تلاتة مودجول واحدة فابريك. ماشي، هنا اسمها ايه؟ ينفع ازاي كشفت اول حاجة زي كده؟ لو مش الجو مش حر يعني. خلينا نعمل
ابجريد الستوف عشان ناخد، ولا اللحمة موجودة اهو. نروح المكان ده تاني. ناخد ده، نروح المكان ده عشان نخلص منه. ده ودول، نروح هنا. هما كده كفاية. احنا دلوقتي لسه محتاجين كام حاجة برضو. يا ريت يكون الفيديو عجبكو، لو عجبكو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان فيديوهات تانية كتير، ومتنسوش تعملوا النوتيفيكيشن بيل اللي هو موجود جنب علامة السبسكرايب. شكرا.